رجعني على المينا. ماني خادم عندك، رح تستني. طالما ركبتي قاربي برضاكي لازم تلتزمي ببرنامجي، أنا عندي شغل. شو عم تخبص؟ يلا رجعني على المينا. أنا مستحيل أرجع من طريق مشانك بعد هلا. إذا بدك روحي سباحة. يلا رجعني على المينا. شو عم تساوي؟ عادي عقلي وبلا جنان. يلا رجعني على المينا عم قلها. كنان، كنان افتح الباب، شو عم تساوي؟ كنان، شو انت قاطع طريق؟ لك افتح الباب. طيب لنشوف. كنان، بعرف انك عم تسمعني، افتح الباب. كنان بلا جنان، يلا افتح الباب. ألو. ألو هزال. ألو هزال، جاوبيني، أنت عم تسمعيني؟ ألو يضرب الحظ. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. يلعن هالشغلة. أنا ما عم أقدر أشوف قاربه، الظاهر إنه كتير بعاد. وين انت يا هازال؟ شو عم تساوي لحالك مع هداك الواطي؟ ليكو، ليكو قرب منه بسرعة، روح لعنده. يلا استعجل، اصحك تضيعه، انن عم يبعده. يلا لك، يلا زيد السرعة شوي، يلا اسرع، ولك اسرع اسرع. خارج تغطية. أنت من مين عرفت؟ اتصل لمعلم ياني، إجا فورال وطلب منه قاربه، بس خبرني كمان إنه أكيد رح يلاقي قارب تاني ويلحقن فيه. طيب هداك الكلب ليش لحتى يلحق كنان؟ والله ما بعرف. جرب اتصل بكنان مرة تانية. عميرين. ألو ابني، شو عم تساوي؟ وين أنت؟ ولا شيء، أنا بالقارب، بس عم جرب المحرك، وهازال معي. شو؟ أنت جنيت يعني؟ شو بدي ساوي؟ هي لحقتني، كانت طالع من المينا ونطت على القارب. كنان، شو يعني أنت نيتك تخلي الجرح ينزف؟ ولا يتسكر. أنت شو ناوي تساوي؟ رجع البنت. اسمع، اتصلوا من المينا وخبروا حافظ، فورال عم يلاحقكم. بلا ما تصير شي مشكلة، دير بالك. لكن الكلب عم يلاحقني، هالخبر كتير حلو، ها معناتها أنا رح أقضي وقت زيادة بالبحر مشان أتسلى. كنان يا ابني، نسيت أنا وأنت شو حكينا بالأول؟ ها؟ من بعد هلأ هالبنت مثل المي والنار بالنسبة إلك، إذا قربت منها بتحرقك وممكن تجرفك وتغرقك ابني. بتعرف أنا بشكره لفورال لأنه خلاني أقدر قاوم المي والنار. بالأول حاول يحرقني بالقارب، بعدين حاول يغرقني بس ما نجح. ايه بعتقد هلأ صار دوره، خلي هالكلب الحقير يتعذب شوي لحتى يقدر يلاقيني بالبحر. عن جد معك حق باللي عم تقوله، بس لازم تعرف طالما هديك البنت موجودة جنبك فوقت حبك ما رح يطلع من قلبك. ألو؟ 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 ألو كنان؟ كنان؟ ألو خال عزيز؟ ألو؟ نقطع الاتصال. أهل البنت معه هازال، إن شاء الله فورال ما يقدر يلحقهم، يا أما هالكلب رح يقتل كنان أو كنان رح يقتله. قرب منه أكتر، يلا ما فيني أقرب أكتر، بيقلب القارب. لك قلت لك قرب. زمر له زمر له.
وقف. مو هو صار لازم نرجع. البحر كبير، كيف رح نقدر نلاقي القارب؟ وكمان قربت توصل العاصفة. كينان يلا افتح الباب، بكفي بقى. كينان يلا افتح الباب، رجعني على المينا. بترجاك لا تساوي هيك كينان، مشان الله افتح الباب. كينان رجعني على المينا، الله يخليك. كينان مشان الله افتح الباب بسرعة، أنا بلشت خاف، لا تساوي هيك. بترجاك افتح الباب. كينان ما عم تسمعني، افتح الباب. كينان افتح الباب. كينان بكفي بقى. ملاك، خير يا بنتي؟ شو صار بنتي حبيبة قلبي؟ شو صار؟ زوجك الغبي ضايقك بشي؟ طيب انتي شفتي هازال؟ ملاك رح يوقف قلبي. يلا قولي شو الموضوع. انا شفت عزيز. شفتي عزيز؟ وانتي وين شفتي بقى؟ بالمطعم. طلع المطعم يلي انا عم بشتغل فيه إلو. مو هداك الرجال عطاكي كرت واسمه حسن؟ مين بيكون بقى؟ ما بعرف يا عمتي، الظاهر عزيز اتفق معه. هي كانت خطته ليشتري المحار مني ويخليني اشتغل عنده. استغفر الله العظيم. طيب هو شو بده؟ ما بعرف يا عمتي، كأنه ما كفالي سوا فيني قبل 25 سنة، الظاهر إجا هلأ كمان ليعذبني. ملاك، بس ما يكون عزيز عرف بموضوع هازال؟ لا مستحيل، من وين رح يعرف؟ لا. طيب شو لك؟ معناتها لساته لهلأ بيحبك وما قدر ينساكي؟ حسب الحالة يلي انت فيها مبين انه لساتك بتحبي وما نسيتي. ما علينا، القصة مو قصة حب عمتي نرجس. قبل 25 سنة تركني وأنا حامل ببنتنا وراح. هو بأي وش جاي يوقف قدامي هلأ؟ وإذا عرف إنه هازال بنته، كيف رح يتطلع بوشها يا عمتي؟ آخ منك بنتي حبيبتي. طيب وإنتي كمان ما عم تطلعي بوشها للبنت؟ مو مشكلة، بكفي بالنسبة إلي إنه تناديلي ماما. ماشي. ما في غير شي واحد بخاف منه بهالحياة، وهو إنه عزيز ياخد بنتي مني وقتها ما بقدر اتحمل. لا سمح الله.
يلعن هالحالة. انت منيحة حبيبتي؟ انا منيحة ما فيني شي، بس مو هيك مبين عليكي. موضوع كنان مو هيك؟ شو صار؟ انتو تخانقتوا؟ لا، بس انا ما بعرف يا دفنة، محتارة وما بعرف شو بدي اعمل. بخصوص شو؟ كنان، تعرفي كان حبيبها زال وخطيبة من قبل. هالقصة انتهت من زمان حبيبتي. إذا هازال وكنان مانن مهتمين بهالقصة، ليش مهتمة لهالدرجة؟ لا تفكري فيها. عن جد أنت لهالسبب مزعوجة؟ بس هاد مو هو السبب. اسمعي، أنا بدي أقلك شي، بس أصحك تخبري إخواتي. بترجاكي؟ بلا تخبيص، معقول يخبرون؟ الله يسامحك. كنان عرض علي الزواج. ايه هالخبر كتير حلو، وين المشكلة؟ المشكلة هو خبى عني انه كان خطيبة لهزال. انا ما بعرف ابدا ليش ساوى هيك. بعدين ما شفتي اخواتي؟ انت شفتي ردة فعله تجاه كنان، وامي كمان. اذا قلت بدي اتزوج وبتصير مشكلة، احترت، شو بدي أعمل؟ الموضوع بسيط حبيبتي، اسمعي قلبك ولا تسمعي صوت عقلك. القلب هو بيقول الصح بقصص الحب. قلبك شو عم يقلك؟ اسمعي وقولي، قال إيه ولا لا؟ سنان بيك، الموضوع مهم لازم نحكي. قولي. هازال موجودة مع كنان. ايه، وانا شو دخلني؟ سوزان خبرتني وقالت نقرت مع فرال بيك، وهو راح معصب على المينا ليلاقي كنان اذا شافهم اتنيناتهم سوا. بتوقع هالمشكلة بتخص اخي ومرته، واذا موظفين بيتجسسوا علينا فهي مشكلتي. ناديلي سوزان فورا بسرعة. بعدين انت ليش لهالدرجة متوترة؟ شو انت نسيت يعني؟ هزال بتكون اختي. ماشي مثل ما بدك. سنان بيك اطلع فيني دقيقة، بترجاك ساوي شي بسرعة. سنان بيك انا مستعدة ساوي كل يلي بدك اياه. ما رح اتدخل بالموضوع، لا تواخذيني. أعطيني إياهم، تعرفي رح يلزموني عن قري. خير، لوين؟ لوين جبتني؟ وين؟ هي هي هي، دقيقة اهدي شوي. ما قلت لك انه عندي شغل؟ واساسا اتاخرت بسببك. طلعي.
العاصفة قربت وما عاد فينا نرجع، رح نبقى هون. على الأغلب جنيت، رجعني فورا. اي ماشي، طلعي تمشي بهالطريق بلكي بتلاقي شي قارب يقبل يوصلك. بس رح أنصحك، هون اسطنبول مو ضيعتي وما بينوثق بالكل، أساسا في عاصفة ما حتلاقي حدا. عم تكذب علي. عم كذب؟ طلعي شوفي السما، تعرفي هالجو، كبرنا بنفس المكان ومنعرف البحر والعواصف. رح تدفع ثمن عملتك أكيد. فورال خبر الشرطة، رح يجوا ياخدوك، ولما يسألوني رح أقلن إنك خطفتني. أي بعرف، لأنك شاطرة بالكذب. اسمعي، الخطبة صارت ونحن لبسنا الخواتم وتعاهدنا على الزواج كمان، بس لهلا ما تعاهدنا أن نحب بعضنا طول العمر. أنا رح حبك أنتي وبس، رح ضل عم حبك مع كل نفس بتنفس بهالحياة ولحتى موت. هالمكان كتير بيشبه الدير، اتذكرت أيام طفولتي هنيك. بعرف، لهالسبب استأجرت هالكوخ. لازم احكي مع عائلتي، بس خلص شحن موبايلي. كنت بدي اعطيكي موبايلي بس خلص شحنه كمان. فينا نشحن بالكوخ؟ ما في كهرباء. عم تساويها عن قصد مشان تعذب أرواحنا؟ صدق اللي بدك يا، بس ما رح تتغير الحقيقة. خلص شحن موبايلي وما في كهرباء والعاصفة قربت، أنا بدي أقضي هالليلة هون، فهمتي؟ بس اسمعي، ليكو القارب، مو كنتي تقولي انك بتعرفي تسوقي احسن مني؟ المفتاح بالقارب، اذا بدك فيكي تروحي توصلي بالسلام، بس انا هون. يا ربي دخيلك، شو بدي اعمل؟ فورال صار له نص ساعة رايح. لا تاكلوا هم، هو ركب قارب حسن، رح يعمل له فتلة ببحر مرمرة وما رح يخليه يلحق ابنكم إن شاء الله، ولا وقتها بتقوم الأيامة. إمتى طلع كنان؟ قبله، مستحيل يقدر يلحقه، بس ما منعرف إذا رح يرجع. في شمس بس قربت العاصفة، إن شاء الله ما يضل بالبحر. مين؟ فورال؟ إيه عم بدعي له، الوحيد اللي بيعرف مكان أختي، ما بيصير يموت قبل ما يقلي وين مكانها. يعطيك العافية. شكرا. العفو. أعزائي من
ننتقل هلا للخبر العاجل من الأرصاد الجوية. مدير الأرصاد الجوية بيحذر كل البحارين. يلا فورال رد على موبايلك رد. قواربهم لأنه في عاصفة اليوم. انتبهوا الرياح رح تكون كتير قوية والموج رح يكون مرتفع. صار لازم ارجع على الميناء. ما ضل عنا كتير وقت والعاصفة ممكن تضرب بأي لحظة. أعزائي المشاهدين، مثل ما عم تشوفوا الفيضانات سبب هي العاصفة. فورال ابني بترجاك اهدى شوي، عود هون. كيف بدي اقعد يا امي؟ عم قلك الرجال خطف مرتي. مو قلت بنفسها ركبت القارب؟ قلت، بس ما منعرف كيف خلاها تجي لعنده. ابني رجاء ما تفهمني غلط، بس اساسا ما بصير تروح لتشوف خطيبها القديم من دون ما تعطينا خبر، ولا غلطانه؟ بكفي امي، انا ما بدي افكر بشي تاني. الواطي خطف مرتي، هيك صار، ولما لاقيهم وقت رح اسالها كمان. فورال بيك اهلا وسهلا. انت بتعرفه، انت اكيد بتعرف وين مكانهم، اكيد بتعرف وين هداك الوسخ. اي وسخ؟ انت عن مين عم تحكي؟ كنان زفت صياد السمك. وينه؟ انا شو بيعرفني فورال بيك؟ ما لي اي علاقه فيه. قسما بالله اذا كنت بتعرف شي وعم تخبي عنا. شو هالحكي جنان خانم؟ وانا شو بدي اخبي عنكن؟ بس ما فهمت شو الموضوع. انا رح خبرك يا سيد خليل، الوسخ كنان خطف بنتك. شو اللي عم تقولي جنان خانم؟ ما بيصير، والله بأوسه وبموته. لا تاكل هم، انا رح اقتله قبلك. انا حكيت مع هازل، سألت عن مشاعره تجاه كنان، قال ما عم تحس تجاهه بشي. طيب وليش لحتى تكذب عليكي؟ وبعدين لو بتحبه ما كانت تزوجت فورال، ما حدا هددها بسلاح لتتزوجه، مو هيك؟ معناتها ليش راحت لعند كنان؟ انت ما سمعتي اخي؟ ركبت بقاربه بنفسها. وين هنن هلا؟ الاثنين موبايلاتهم خارج التغطيه. اكيد في تفسير للي صار. قلت لها قديش بحبه لكنان وبعشقه، خبرتها انه هو عرض علي الزواج. كيف بتساوي هيك شي؟ ما عم بفهم. ها؟ وعم تدوري على السبب كمان؟ أكيد راحت لتحكي معه عن موضوعكن. هازال كتير بتحبك وكلنا منعرف هالشي. على الأغلب خايفة إنه كنان يزعلك أو يجرحك، وبظن هذا كل الموضوع. غير هيك مين هالمرة يلي بتحب إنه خطيبة السابق يفوت على عيلتها؟ صح طبعاً، ولو كنت أنا ما كنت بتمنى هيك شي. شفتي شلون؟ ما لازم تفكري بطريقة سيئة. وكمان ليكون قلبك مرتاح، روحي واحكي مع أخوكي، خبري إنه هازال راحت لتحكي مع كنان مشانك، لحتى يرتاح ويهدى كمان، لأنه فورال بشك على الفاضي. ويلي مخوفني أكتر إنه ممكن يرتكب جريمة. أنتي ما بتعرفي لأخوكي؟ كيف يعني؟ خبره إنه كنان عرض علي الزواج؟ أكيد أنتي جنيتي. إنه كون أنا مجنونة أفضل من إنه فورالي جن. الصح هلأ تخبري فورال مشان كنان ما يتعرض للأذى. يا ربي شو هاد؟ كنان؟ وين كنت؟ صار لك ساعتين مختفي، شو ساويت؟ شو القصة؟ قلقتي علي؟ انت جنيت؟ حدا بيصيد بهالجو هاد؟ شفت أسوأ من هالجو.
يلا تعالي ساوينا هالسمكة لناكل. ماني خادمتك، ما دخلني. وأنا ماني خادمك. بعدين هذا المكان مو قصر ديمير أوغلو يلي ما بيشتغل ما بيأكل. أنا ما بدي أكل بنوب. منيح، على راحتك. شو قصتك يا بنت؟ ليش عم تتأفقفي طول الوقت؟ ما في شي. ايه مبين انه ما في اي شي، لانه وشك عم يضوي بيتنا مثل الشمس ما شاء الله عليكي. عمتي ماني ناقصتك ابدا. شوفي انتو ليش عم تتناقروا مرة تانية؟ ما في شي يا عمتي نرجس، مثل العادة يا بتنقر علي او على ابي، تعودنا على الوضع. من الصبح والموبايل بإيدها لإبرو خانم، وشها عابس وطول الوقت عم بتحاول تتصل بحدا، ولما اسألها بمين عم تتصلي ما بتقبل تقول. ليش أنا مجبورة أقول يعني؟ استغفر الله. عمتي البنت صبية، تركية. طيب ماشي تركتها. أعطيني صحنك إبرو، صحنك. أخي بدي أقول لك شي، بس لا تعصب. قولي اللي بدك يا بسرعة، أساسا روحي واصلة لرأس مناخيري، لا تضايقيني أكتر. هزال راحت لعند كنان بسببي. وانت شو لك على؟ اليوم الصبح حكينا مع بعض، ولما قلت له انه كنان عرض علي الزواج. ما فهمت شو هاد؟ ارماك انتي منتبهة شو يلي عم تقولي يا بنت؟ لا يا ربي مو لهالدرجة. انتي لا تدخلي امي، عيدي عيدي مرة تانية، الواطي كنان عرض عليك الزواج؟ اخي لك يلا جاوبيني. ايه اخي نحنا منحب بعضنا وما ضل أي شي بينه وبين هازال. فورال وقف. ابني بترجاك اهدأ. اصحيك تذكري اسم هداك الوسخ بالبيت. أنا مستحيل اسمح لك إنه تتزوجي أو تشوفي حتى. هالموضوع انتهى للأبد. بس أنا ما عدت بنت صغيرة. لا صغيرة، وهداك الواطي بده ينتقم منا ومن أخوك. أنت ليش ما عم تفهمي لهالدرجة عم عيونك؟ بلكي حبني عن جد، وبلكي انتو يلي عميان. لا تجننيني يا بنت، لك لا تجننيني. معناتها وين هنن؟ وليش موبايلاتهم خارج التغطية؟ حطي عقلك براسك وبلا جنان. تعالي كلي. ما بدي. بلا جنان، من الصبح ما أكلتي بتكوني جعتي. تعالي. قلت لك ما بدي أكل.
اصطفلي لا تاكلي. اوف اوف اوف. قسما بالله الطعمة بتجنن، راحة والله مثل الراحة. وإذا بدك الصراحة ما في أطيب من هذا السمك. وقلوا للصيادين يلي بيصيدوا هذا السمك لهالسبب، كلي ولا تروحي عليكي. ايه طبعا، مين اللي صاد؟ مين اللي طبخ هاي السمكة؟ لهالسبب طيبة كتير. يا لطيف شو مغرور. ملك؟ ملك شو عم بيصير؟ ليش عم بتصرخ هيك؟ ايه حضرتك قاعدة ومبسوطة. كنان، شو صار لكنان بابا؟ يقطع عمره، الغبي خطف بنتي هزال. شو؟ شو هاد اللي عم بتقوله خليل؟ الواطي كنان يلي بتسقي فيه خطف على هزال. كيف يعني خطفها بابا؟ هزال ما رجعت عبيتها؟ كيف بدها ترجع يعني؟ خطف البنت وزتها بالقارب وراح. كنت بعرف هيك رح يصير، هو أزعر، كنت بعرف إنه ما رح يترك البنت بحالة. تعرفي شي إبرو؟ لا أنا ما بعرف شي، بس أمي. بس شو؟ هزار اتصلت فيني. إيه؟ وسألتني عن مكان كنان، وأنا قلت لها. الله يلعنك شو غبية، بعملتك كأنه بعتي الخروف لعند الديك. وأنا شو بيعرفني يا بابا؟ كيف يعني شو بيعرفك؟ سمعتنا وشرفنا توسخوا. إذا فورال بيك طلقها معه حق، معقولة هالبهدلة ملك؟ شو هالفضيحة هاي؟ بهدلنا قدامنا سايبنا. ها كل همه نسايبه وبس. لو سمحتي أنت لا تتدخلي، مشان الله خليكي ساكتة ولا تحكي أحسن ما أغلط معك. هي معها حق، أنت مانك قلقان على بنتك، بس آكل هم نسايبك ومتوتر من شانهم. إبرو كنتي عم بتحاولي تتصلي بكنان؟ بالاثنين. ايه موبايلاتهم مسكرة. خير ان شاء الله. في مشكلة؟ اه بالحقيقة في مشكلة، بس مو كتير كبيرة مثل ما بتظن. بخصوص كنان؟ كنان خطف هزال اليوم. شو؟ ما فينا نقول هلأ انه خطفها للبنت، لنقول انه اخذها لفترة. يا ربي هالولد جن، شو يلي عم يحاول يساويه؟ انا حكيت معه بس هو ما عم يسمعني، ناوي انه يحرق له روحه لفورال. بس بهالحالة رح يوقع حاله بمصيبة كبيرة، البنت متزوجة، اذا هنن اشتكوا على كنان وقتها بيزتوه بالحبس. أنا بعتذر منكم، لا تأخذوني، أنا سمعت حديثكم بدون قصدي. مزبوط يلي عم تقوله بابا؟ إيه يا بنتي للأسف مزبوط. بالأول قصة قار معك وهلأ هاي، شو اللي عم يحاول يساوي كنان؟ إيه عن جد، مو هو عرض الزواج على أرماك؟ شو رح يصير هلأ؟ كنان عن جد عرض الزواج على أرماك؟ إيه ما كنت بتعرفي؟ لا ما كنت بعرف. تصبحوا على خير. إذا عرفنا شي من خبرك إيجا. ما في داعي، أساساً كنان مو مهتم بحدا، وأنا ما عاد اهتم فيه كمان. لو سمحت ممكن تشغل الصوبيا؟ كتير بردت. عم تشوفي الجو برا كل الحطب تبلل، ما في شي نساوي.
انت ما اكلتي اي شيء وطبيعي انك تبردي من الجوع. لا تعاندي، كلي لك لقمتين على قليله. ما بدي. شو عم تساوي؟ خدي هات. ما بدي شكرا. يلا خديه وبالعناد. قلت لك ما بدي. حطيه عليكي بلا ما تمرضي. يا ابو انت شو رح تعمل؟ انا بدبر حالي. انت لا تفكري فيني بلا ما تبردي. تعال. ما في داعي، أنا منيح، تركك مني. يلا تعال هلأ بتبرد. أنا ما عم حاول إني أكون قريبة منك، لا تقلق، إذا كنا جنب بعض من الدفة. لما أمك راحت ضليت ساعات بالمينا عم تستناها لترجع. تبللت بالمطر كمان، وأنا اجيت لعندك غرقنا بالمطر سوا. بهديك اللحظة انت نسيت همك، صرت تدفي لي ايدي بهي الطريقة. مرضنا سوا يومها، بعدين انتي كمان تركتيني مثل امي. كنان، انا روحتك دمرتني اكثر من امي.
بس رجعت وقفت. فرحتني. يا حبيبي انت عم تتحرك طول الوقت، كل ما تحركت بتغير الضوية اللي على وجهك. ماشي خلاص ما عاد اتحرك، اهدي. بس انت كمان استعجلي شوي لانه القهوة بردت وانا ما بحبها باردة. طيب ماشي اهدى حبيبي شوي وبخلص، اهدى ان شاء الله. حبيبي حاج تتحرك. أنا ما عم بتحرك وهي سببتها. أنت من وين طلعت لي؟ خلال شهر أنت قدرت تسرق مني قلبي وعقلي. أنا كتير بحبك، أنا بعشقك موت.